السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 4، القوى في بعد 1، القسم 2، الوزن والقوى المعيقة، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ وطبق، مفتاح النجاح في إيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة، وجيب الورقة الكاتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 4. يرفع جسم كتلته، رمز الكتلة M، من الأرض. ما أقل قوة لازمة لرفعه؟ صف الحركة الناتجة من هذا الحد الأدنى من القوة. الجسم حيكون وزنه باتجاه الأرض بهذا المتجه. أنت حتى ترفعه بدك تبذل قوة F برفع تعادل وزنه، هذا أقل ما يمكن. لذلك F الرفع تساوي F G، هي أقل ما يمكن. F G عبارة عن M في G، هذه عبارة عن الكتلة في العجلة، هذه الكتلة وهذه العجلة، الكيلو جرام بيروح مع الكيلو جرام، تطلع F الرفع وتساوي 4.9 نيوتن. الحركة بدك توصف هون، صف الحركة الناتجة عن من هذا الحد الأدنى من القوة. الحركة ستكون بسرعة ثابتة وفي رعاية الله.